الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله والذي ينطق هو دين شيعي. هذا كل الموضوع أخوتي الكرام، شيعي رافضي. أخوتي الكرام دول كلهم روافض، كلهم روافض. الإمام ما يزكي واحد بسهولة صلوات ربي وسلامه عليه، روافض. الإمام لا يذكر أشخاصا ما لم يكونوا روافض. إذن الدين الشيعي، الدين الرافضي، قلبي يحترق. يطلع لي واحد أحمق يناظر لي في إحدى القنوات الناصبية، قدرتهم على ذولا، قل له أنت الأحمق إذا ما تفتهم إيش عندك طالع أنت في قناة ناصبية. يقول له علي ولي الله، أرجو من الناشطون الله يديمهم هذول الأبطال، يطلعون ذاك المقطع اللي يسأل بي واحد ما أعرف منين جايبي ناظر في 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 قضية تخص العالم الشيعي، ما يعرف الألف من الياء، يسأله منين أتت علي ولي الله، يقول له ردة فعل ما أحرق قلبي، أحرق قلبي. يقول له أنت إذا ما تفتهم إيش عندك طالع. يعني هذه مأساة أخوتي الكرام. رسول الله، شوفوا جوابي الآن، رسول الله يؤذن علي ولي الله، سلمان يؤذن علي ولي الله. أنا شرحت، أرجعوا اذهبوا إلى هذا الموجود بإحدى الملفات في علي ولي الله. رسول الله، يجي واحد إلى النبي صلى الله عليه وآله قالوا يا رسول الله سمعنا سلمان يؤذن بأشهد أن علي ولي الله، وقال إيه هو هذا الأذان، ذكرتها بالروايات تفصيلا. يقول لي ردة فعل، إيش قد طايح حظنا إذا إحنا نؤذن علي ولي الله ردة فعل، هذا شلون عقيدة إحنا عندنا، يطلع لي واحد أحمق يقول هاي ردة فعل، هذا مو تحرق قلبه؟ يقول أن هذا من أولياء الله. ستسألني ليش صار هذا؟ ليش صار؟ لا شك أنه صار أيام الصفويين. هو ليش؟ ليش صار؟ صار للتأكيد على الذات، لأن لما نوجدوا أناس يشتمون علي بن أبي طالب صارت عملية ردة الفعل، مو لكل فعل ردة فعل تساويه قوة وتخالفه اتجاه، هم القاعدة الفيزيائية ننقلها للجانب الاجتماعي. طبعا هذا ما أنقله هو من شرح أصول الكافي وليس المتن الكافي، ولكن يذكر المتن أيضا. والقول واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام يقول قال إنا أول أهل بيت نوه الله بأسمائنا، إنه لما خلق السماوات والأرض أمر مناديا فنادى أشهد أن لا إله إلا الله ثلاثا، وأشهد أن محمد رسول الله ثلاثا، وأشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا ثلاثا. تكفيك هذه الرواية، ما يحتاج أن تضعف وتقول ردة فعل وما شابه ذلك. أن الأذان والإقامة أشهد أن علي ولي الله جاءت بروايات، وكان أذان رسول الله والصحابة كذلك، وهي واجبة في الأذان والإقامة مو مستحبة. أخوتي الكرام، هسه قد واحد يقول الفقهاء يقولون، هسه خلي يعني كل أنا يعني الاستنطاق والاستنتاج من هذا أنه يدل على وجوب أن علي ولي الله، ما بكل الأحوال أنه يذكر سواء على الصعيد الاستحباب أو على الوجوب، أنه الشيعة أعزهم الله يذكرون أن علي ولي الله. أخوتي الكرام، شنو معنى أمر مناديا فنادى؟ هذه المنادات منادات الأذان التي أوحيت إلى الرسول صلى الله عليه وآله كيف يؤذن بها. أشهد أن محمد لا إله إلا الله ثلاثا، وأن محمد رسول الله ثلاثا، أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا ثلاثا. أقرنت إمامة أمير المؤمنين ولاية علي بن أبي طالب مع رسول الله صلى الله عليه وآله، ودعا أيضا أنه في الأمالي الشيخ الصدوق صفحة 188 الطبعة الأولى، معاشر الناس في آخر خطب رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا مدينة الحكمة وعلي بن أبي طالب بابها، ولن تؤتى المدينة إلا من قبل الباب، وكذب من زعم أنه يحبني ويبغض عليا.
معاشر الناس، والذي بعثني بالنبوة واصطفاني على جميع البرية، ما نصبت عليا علما لأمتي في الأرض حتى نوه الله باسمه في سماواته وأوجب ولايته على ملائكته أو ولايته على ملائكته. تشوف هذا الكلام مطابق لذلك القول الذي في الكافي الشريف أنه أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا ثلاثا. أخوتي الكرام، وفي مستدرك سفينة البحار الجزء السادس صفحة 85 طبعة التحقيق وتصحيح الشيخ حسن بن علي النمازي طبعة مؤسسة النشر، يقول في كتاب رسالة الهداية أو في كتاب رسالة الهداية في كون الشهادة بالولاية في الآذان والإقامة جزء كسائر الأجزاء بقلم الشيخ محمد حسين آل طاهر من أفاضل تلامذة الشيخ عبد النبي العراقي في قم المقدسة، وعليه تقريض العالم الكامل الشيخ عبد النبي النجفي العراقي المطبوع سنة 1378 في قم صفحة 45 عن كتاب السلافة للشيخ عبد الله المراغي المصري أن سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه ذكر فيهما أي في الأذان والإقامة الشهادة بالولاية لعلي بعد الشهادة بالرسالة في زمن النبي صلى الله عليه وآله، فدخل رجل على رسول الله فقال سمعت أمرا لم أسمع قبل ذلك، فقال ما هو؟ فقال سلمان قد يشهد في أذانه بعد الشهادة بالرسالة الشهادة بالولاية لعلي، فقال سمعتم خيرا. فأخبر، وفيه رواية أخرى أن أبا ذر يذكر في الآذان بعد الشهادة بالرسالة ذلك ويقول أشهد أن عليا ولي الله، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فقال كذلك أونسيتم قولي في غدير خم كنت مولاه فعلي مولاه. ونقل عن هذا الكتاب الشيخ محمد طه مع التصريح باسمه واسم مؤلفه، وكذا نقل عنه الميرزا هادي خطيب الخراساني في النجف. إذن ما هي القضية؟ خلي نأتي ونرى، هل هذا أن عليا ولي الله مطابق للعقيدة الشيعية التي تؤمن بأن عليا صلوات الله وسلامه عليه ولي الله والامتداد الطبيعي بعد النبي أم لا؟ مطابق. يعني أنت المتن ما عندنا مبرر لتكذيب المتن. يعني أنا الآن لما يقول لي ناصبي أحمق يقول لي مثلا أنا الآن أريد أن أجد مخرجا أو مبررا لتضعيف هذا الخبر، لما لابد أن تكون عندي مقدمات، ما أستطيع أنا أسفه القضية بهذه الطريقة. أنا لابد أن تكون عندي مقدمات. المقدمات شنو؟ أنا لما أريد أن أكذب هذا الخبر لابد أن أجد لي أمرا يكذب ذلك الخبر، ولا أجد في ذلك أمرا ولو بكلمة واحدة تكذب ذلك الخبر. أخوتي الكرام، شنو السبب؟ السبب أن عليا ولي الله هذا ما يؤمن به شيعة أهل البيت عليهم السلام، ومن لم يؤمن بذلك لم يكن شيعيا. طيب، في الكافي الشريف وهو أصح الكتب طبعا يذكر أن عن أبي عبد الله عليه السلام الصادق يقول أمر مناديا فنادى أن أشهد أن لا إله إلا الله ثلاث، محمد رسول الله ثلاث، عليا ولي الله أمير المؤمنين حقا ثلاث.